يلا الله يلا في رجل بسم الله بلا يبدا الحفل عندك شي واحد عاون النور الراجل هذا انطلاق السباق الخاص بماراثون الصغار بعد انطلاق المسافة سميتك؟ سليمة المجدوب. شحال في عمر ديالك؟ 8. كيف جاتك المسابقة؟ ربحتي انت الأول؟ زوينة. زوينة، وكيفاش شفتي يعني السباق في الأرض وداك الشيء يعني كانت الرملة وداك الشيء واش جاتك يعني البلاصة اللي جريتي فيها واش كانت مزيان حسيتي بشي صعوبة عندك في الجري ديالك في الرملة؟ مزيان. مرتبة ثانية في السباق. نعم، تعطيني السمية ديالك؟ ياسر الحافي. ياسر الحافي، شحال عمرك؟ 15. كيف جاتك المسابقة؟ المسابقة ديال الجزري كيف جاتك؟ واعرة. شنو عجبك فيها؟ الجزري. عجبك فيها الجزري؟ والأرض اللي جريتي فيها عجبتك؟ كانت الرملة ثقيلة شوية، واش حسيتي شوية عييتي في الرملة ولا أنت مولف بالرملة كتجري فيها مزيان؟ مولف بها. قول لي السمية ديالك عافاك؟ محمد علي الحافي. محمد علي الحافي، نعم. شحال في عمرك؟ 7. عمرك 7 سنين؟ نعم. وجيتي أنت الثالث؟ يعني وكنت غادي انت الاول، علاش وليتي انت الاخر؟ شنو المشكل اللي وقع لك في السباق؟ كنت غادي انت الاول. عييتي. علاش عييتي؟ خلي هو يهضر، خلي هو يهضر. علاش عييتي؟ واش الرمله؟ واش ما في الاول دخلتي جيتي بزاف في الاول حيت من الاول انت غادي الاول، في الاخر وليتي انت والثالث. الرمله. الرمله هي اللي عياتك. انت ما ولفتش كتجري في الرمله. برافو ليك. دخل. والله
كل بخلو وسطة كل بخلو وسطة كان الفاجي بدك شوي اذا معايا احسن لاس في المرتبه الاولى في فئه البرعومات. اسمي ديالك؟ اسمي ايات السالي، عمري 10 سنين. هذا السباق جميل جدا، اتمنى ان يتكرر. نعم، كيفاش كانت الارض ديال اللي زريتي فيها؟ عجبتك؟ عجبتك؟ خذ الميكرو، خذ الميكرو. واخا كانت المنافسة مع المتسابقين اللي جراو معك، البنات اللي جراو معك، كيفاش كانت المنافسة معاهم؟ الجنسية الأولى؟ عادية. في الأول ملي بديتي السباق، واش كنتي أنت الأولى؟ إذا كيفاش تغلبتي على الوضعية اللي كنتي فيها وليتي أنت الأولى؟ شنو عملتي؟ تحمست ودرتي الجهد ديالك، درتي الجهد بزاف. صحاباتك الآخرين ها؟ شنو عجبتك في المسابقة؟ شنو عجبك فيها؟ كيف جاك الملعب؟ الرملة فيها شوية، جاك الملعب شوية زوين. مولفة كتجري بزاف؟ كتجري في السابق في مدرسة؟ اه. شحال في عمرك دابا انت؟ 8 سنين. الاسم ديالك كامل؟ الاسم ديالك؟ وسيم التمر. اي كملوا شي جوج بنات ثلاثه كملوا شي جوج بنات ثلاثه غادي معاهم غادي واحد اللي قدام كيصوت يا غديروا غير جوج غادي حتى الدور الاولى صافي ما تجريوش الدور الدور الثانيه تلاق داكشي اللي عندك تلقوا هذا شي مدير غادي ندير الاول جوج إذا شجعت الكبار حتى المرتبة الأولى في السباق، يعني جوج دورات حتى المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة. أشكر المنظمين والجماعة اللي كانوا اللي شاهدوني. لا تشكركم بزاف. ولا يعني السباق كما درتي درتي واحد الخطه واعره انك هربتي من الدراري وبقيتي غادي مرتاح. جريت في الاول وشفتهم بزاف غادي غير على الخاطر. وسميتو شنو السنه انت خلق فيها؟ 2008. اين دوار؟ هو هذاك عقل نقول دوار دوسي. دوار دوسي. دوار دوسي. ايوا بصحتك اسيدي الفوز. المرتبة الثانية اجل السباق جيتي في المرتبة الثانية، شنو اللي وقع ما جيتيش في المرتبة الأولى؟ فين حسيتي براسك؟ كان عندك النقص داك البلاصه ياك تما كان عليك تحيد تخلي السوف ديالك في الدوره الاولى كنتي في الدوره الاولى اشنو المرتبه كنتي انت غادي بجد ما بقالكش السوف فين تكمل ياك هادو الامور ان شاء الله غتستافد منهم وتمشي مزيان خصك توعدنا انك غتمشي مزيان في الالعاب القوى وتكمل ان شاء الله ياك هاد الجزئيات غتخدم عليهم مزيان شنو تقول للصحافه اللي جات اليوم وتغطي ومن خلال المنبر ديال لارش انفو وكذلك لارا سبور انه غيشوفوك بزاف ديال الناس في الاقليم وفي الجهه واللي ما لا وطنيا شنو ممكن تقول لهم من دوسك انت شنو الرساله اللي تبغي توصلها الامكانيات اللي كاينين هنا وحنا درينا اليوم المنطقه شنو غتفسقات كنتوما كابطال باش تنافسوا شنو غتبغي تقول الناس مسؤولين باش يوقفوا كان فو ولا تريب دراسات باش تسوقوا هاي باش تسوقوا الموهبه ديالكم شي كازو شي ملعب الكره ها ملعب الكره وشي كان فو قول دابا انت فين كتعلم الرياضه انت هذا الشيء اللي السؤال اللي بغيت فين كتعلم هذا الشيء الدوار في الدوار ياك في المناطق تخيلوا انه توفرت لك الامكانيات وكان واحد المركب فيه التدريب فيه التقنيه فيه انت واش كدرب بوحدك مزيان كدرب بوحدك كدرب بوحدك نتايا لا ما دريت لا كره كل ما نتايا كتلعب كره ولكن ما كتجريش خصك تبقى تدرب تجري بوحدك ولا مع مجموعه وداك الشيء بوحدك المرتبه الثالثه 13 جيت المرتبة الثالثة حتى هي مرتبة جد مهمة وكملتي السباق كذلك جوج دورات وكانت فيه صعوبة والطقس ياك شنو اللي خصك تزيد باش تولي في المرتبة الأولى؟ كاين ها؟ جريتي في الأول فرصتي بزاف هذه في التوصيات اللي ممكن باش تمشي في الألعاب القوى مزيان ضروري ديك الطاقة اللي عندك في الجسم خاصك توزعها على المدة الزمنية إذا مشيتي مزيان في الأول غاتمشي في المرتبة الأولى ولكن ما تقدرش تكمل وإذا بقيتي لاخر عاود يسبقوك بزاف ما تقدرش تلقى اليوم مزيان هاد الأفكار هادو إن شاء الله تخدم عليهم وتدربهم وتمشي مع الأصدقاء ديالك ولا في المدرسة ولا أي مجال تفتح لك تمشي فيه مزيان ياك
هذه الصحافه اللي حاضره معنا مشكوره من العرائش انهم غيشوفونا بزاف ديال الناس وغيسمعونا بزاف الناس منهم المسؤولين. عندك شي طلب ممكن تقولوا للمسؤولين باش أيه شكرا منصور لك. كذلك بالنسبه للمسؤولين اللي مسؤولين على الرياضه اللي خصهم يوفروا لنا الملاعب واللي يوفروا لنا كذا، واش عندك شي رساله ليهم؟ الكامبوات مزيان. الكامبو يكون في غادي كره القدم ولا يكون في الالعاب القوى؟ كره القدم فقط. انت كتجري العاب القوى؟ يكون جري يكون ياك مزيان. خصو ضروري يكون في الكوبانيه ولا ماشي مشكل فين ما كان؟ فين ما كان يكون اقرب. المهم اساس خصو يستافدوا منه الناس ديال الاخرين اللي لاحظتي في السباق ديالك. جاتك المسافه طويله بزاف شويه صافي ولكن واخا واخا. قول لي وبالنسبه كيفاش كان المنافسين اللي كانوا معك؟ ما حكيتيش معاهم يعني ما وقع لكش معاهم اصطدام معاهم ولا عند الظروف المناسبه في اذا في جهات الكبار حتى المرتبه الاولى في السباق. يعني جوج دورات حتى المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة. أمين عام لجمعية عجية الدوسي والمكلف بتنظيم السباق الجري. اللجنة التنظيمية أنا كنت مكلف بالسباقات. السي عبد الخالق طرح قبيل واحد السؤال للسيد أحمد الصوفة. عبد القادر. السي عبد القادر طرح واحد السؤال على السيد أحمد الصوفة رئيس جمعية عجل التضامن الدوسي، واش كانت عدالة مجالية بين الدواوير هنايا؟ بطبيعة الحال حنا يعني واش كل بادية خديتو منها مشارك، شنو هي يعني المعيار اللي خديتو باش عززوا هاد المشاركين؟ تحياتي. إذا في هذه السباقة هذه كانت واحد العدالة مجالية كبيرة، بحيث أن رغم أن دوار 12 يتواجد في ريصانة الجنوبية إلا أن التغطية كانت في ريصانة الجنوبية وشارسانة الشمالية. كيف تم الاختيار ديالو؟ أننا كان تسجيل مفتوح، تسجيل مفتوح أمام الجميع. درنا واحد الإعلان على أنه أقل من 15 سنة جميع الأطفال لهم الفرصة المشاركة في السباق في العرس الرياضي. بدينا درنا ثلاثة الفئات، ثلاثة الفئات الرياضية أقل من 10 سنوات واللي شفتوا السباق ديالها اللي انتهى مسافة 800 متر، مسافة 200 متر. مسافة السباق حددنا رغم أننا في الإعلان كنا دايرين سباق 800 متر، ولكن الأطفال الصغار ما يقدروش يجريوا 800 متر، أطفال صغار درنا له 200 متر. والأطفال الأقل من فئة عاوتاني 400 متر، دابا عاد نديروا الفئة ديال 800 متر. نعم، وبالنسبة للتقنية اللي شفتوها يعني باش تساعد يعني باش يجرى السباق في ظروف مناسبة، يعني حيت أطفال داكشي تشكاو من الرملة، قالوا كاين بعض البلايص اللي فيهم الرملة ولا أنهم ضروري خصهم يتكيفوا مع الظروف ديال السباق. احنا الأطفال اللي كيجريو نفس السباق هما أطفال البوادي، راه مولفين بالرمال، زائد هو الإمكانيات اللي عندنا الملعب ما يعني ما عندناش الإمكانيات لأننا نديروا لهم ملعب مطاطي. فالأطفال الصعوبة اللي جاتهم هو أنه هذا كيرجع الضعف الحالة المادية ديالنا الجمعية اللي ما قادرش نوفروا الأحذية لجميع المتسابقين. فالأطفال الأغلبية ديالهم كي لقاو صعوبة أنهم جراو بالحفا، وكتعرف دابا درجة الحرارة شوية مرتفعة، فالأطفال شوية حسوا بصعوبة ضريبة. بالنسبة للتوقيت، التوقيت يعني واش ضبطتوا بالعدة ديال التوقيت اللي حصلوا عليه المتسابقين؟ التوقيت يعني ضبطته لنا اللجنة المنظمة، هي عندنا في التوقيت عن طرحوا كل متسابق شحال جاب التوقيت ديالو، لاننا سجلنا التوقيتات ولكن باقي ما عطيناش. نعم، كاين شي نقطه اخرى ممكن تضيفها يعني في هذا الحوار هذا؟ النقطه اللي ممكن نضيفها هو اننا احنا في البدايه ديالنا، هذا اول سباق كننظموه، يعني مازال كنطوروا مع الوقت، مازال غنبقى كنتمناو تكون عندنا مساعدات ماليه اللي تساعدنا اننا من بعد نحسنوا التنظيم، نحسنوا الحلبه، نوفروا لملاح ديال الاطفال الصغار باش ما يبقاش في المشاكل اللي وقعوا فيها اليوم. نعم، وبالاخص بالنسبه للعدد المشاركين، بالنسبه لفئات البراعم هذو شحال كانوا عدد المشاركين؟ عدد المشاركين كانوا عندنا 14 في اقل من 10 سنوات، اقل من 10 سنوات، وعندنا 10 في اقل من 12 سنه، ودابا باقي الفئه الاخرى فيها حاليا واصلنا لواحد 10 ديال المشاركين، ولكن باقي ما حصرناش تسجيلات، ربما يجي شي واحد متاخر. نعم، ومازال كنهضروا على المشاركه ديال الفئه ديال النساء ديال الرعومات،
يعني واش عندك شي يعني دابا حاليا مور من سالي السباق ديال 800 متر ديال الفئه الاقل من 15 سنه غنديروا عاوتاني سباق الفتيات وكتقوموا بالتظاهره الكبيره اللي كتقوموا عليها بالصوره هذه المنطقه هذه اللي كنعرفوها يعني كانت خبات واحد التهميش كبير الا هذه السنوات بعدا خصوصا هذه السنه الاخرى اللي بعدا انا جيت تفاجات بهذ الوجوه الرياضيه اللي كتعني من وقتها باش كتنجح هذا العرس كره لا انت ولا السي صهيب ولا الفاعليه المجتمع ديال الفاعلين الرياضيين مدوار الزيتوني ولا السيد رئيس الجمعيه في الدوار ديالو يعني واش كاين شي بغادا استاذ يعني واش كاين شي دعم شي جهه معينه محسنين يعني اللي ساهم وجه له التحيه من المباراه حاليا في هذا الدوري هذا هو الدعم كان جا من الفئات المشاركه الدوري حنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه الاطفال رغم ان الدوري الكبار شاركوا في دوري كره القدم واللي جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه الا ان حنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلصوا واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار صافي كاينه المشاركات الرياضيه كاينه دعم شخصي من رئيس الجنوبيه من رئيس دعم شخصي شخصي يعني ماشي من الجماعه لا ماشي من الجماعه وانما من ماله الخاص دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي عندنا الاسم ديالو كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو العرائش انفو كنشكروه على المجهود ديالو وفتح لنا المجال انا ساعدنا حتى لي بارير كما كتشوفوا وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون حتى هو في المستوى زائد واحد سامعنا بواحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص كنشكروه على هذه المبادره الطيبه من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات حنا بدايه ديال اول دوري ربما كنتمنوا من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات حتى الرسان الشماليه والرسان الجنوبيه والجميع ان شاء الله بحيه ديال يعني التحيه الرساله كتبغي توجه لهم يعني يكونوا ضيوف كبار لاعبين لعبوا في المغرب التطواني لاعبين لعبوا في الجيش الملكي مدرب شباب العرائش اللي هو السي هشام العلاوي السي ادريس فيلا المونير السيباري مصطفى ضيوف من الخارج حتى الجاليه مناسبه اشاره الجاليه مدرب اكاديميه فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي يعني سواء يكون حاضر كيف تقول الضوء رشيد الوات رشيد الوات مرحبا بالجميع اول حاجه مرحبا بالجميع وهذا فخر لنا اننا اول دوري واول منطقه في دوري دوار 12 هذا فخر لنا ان يكون هذا الوجوه هذه مرحبا بهم دوار اما بالخصوص رجع ندوز الجمهور هذا اللي عشرفنا طبيعه الحال الحضور ديالو اول حاجه كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقه لانه رغم انك كتشوف الدوري انه في دوار 12 راه الدول المنطقه كامله كتساعد انه ينجح علاش الناس لا كما كتشوفهم ولا زيتو ولا بغادة الملالحه ولا الحمو دوار كامل من جميع الاماكن كيحاولوا ان الدوري ينجح باش يعطي واحد الصوره من الصباح جميع المناطق بدون استثناء رغم كنشكروا باش ندوزو باش ندوزو واحد دقيقه نكمل الشكر ما تنساش شي واحد راه غادي كنكمل الشكر للناس اللي المجاورين لنا لانهم كان لهم الشرف انهم يساعدونا لانهم كيبغيو ان الدوري في المنطقه ديالهم يعطي واحد الصوره باش تبدل هذيك الصوره على ان رسانه وكتقوموا بالتظاهره الكبيره اللي كتقوموا عليها بالصوره هذه المنطقه هذه اللي كنعرفوها يعني كانت خبات واحد التهميش كبير الا هذه السنوات بعدا خصوصا هذه السنه الاخرى اللي بعدا انا جيت تفاجات بهذ الوجوه الرياضيه اللي كتعني من وقتها باش كتنجح هذا العرس كره لا انت ولا السي صهيب ولا الفاعليه المجتمع ديال الفاعلين الرياضيين مدوار الزيتوني ولا السيد رئيس الجمعيه في الدوار ديالو يعني واش كاين شي بغادا استاذ يعني واش كاين شي دعم شي جهه معينه محسنين يعني اللي ساهم وجه له التحيه من المباراه حاليا في هذا الدوري هذا هو الدعم كان جا من الفئات المشاركه الدوري حنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه الاطفال رغم ان الدوري الكبار شاركوا في دوري كره القدم واللي جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه الا ان حنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلصوا واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار صافي كاينه المشاركات المشاركات الرياضيه كاينه دعم شخصي من رئيس الجنوبيه من رئيس دعم شخصي شخصي يعني ماشي من الجماعه لا ماشي من الجماعه وانما من ماله الخاص دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو العرائش انفو
كنشكروا على المجهوده ديالو، هو فتح لنا المجال. انا ساعدنا حتى لي بارير كما كتشوفوا، وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون حتى هو في المستوى. زائد واحد سامعنا واحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص. كنشكروا على شكروا على هذه المبادره الطيبه. من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات حنا بدايه ديال اول دوري، ربما كنتمنوا من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات تبريصان الشماليه وريصان الجنوبيه والجوفا. امين عمل جمعيه اجيال دوسي والمكلف بتنظيم السباق الجري، اللجنه التنظيميه انا كنت المكلف بالسباقات. السي عبد الخالق طرح قبيل واحد السؤال للسيد احمد الصوفه. عبد القادر، السي عبد القادر طرح واحد السؤال على السيد احمد الصوفه رئيس جمعيه اجيال التضامن دوسي، واش كانت عداله مجاليه بين الدواوير هنا؟ بطبيعه الحال حنا يعني واش كل بديه خديتو منها مشارك، شنو هي يعني المعيار اللي خديتو باش عززوا هاد المشاركين؟ تحياتي. اذا في هذه السباقه هذه كانت واحد العداله مجاليه كبيره، بحيث ان رغم ان دوار 12 يتواجد في ريصانة الجنوبيه الا ان التغطيه كانت في ريصانة الجنوبيه وريصانة الشماليه. كيف تم الاختيار ديالو؟ اننا كان التسجيل مفتوح، التسجيل مفتوح امام الجميع. درنا واحد الاعلان على انه اقل من 15 سنه جميع الاطفال لهم الفرصه للمشاركه في السباق في العرس الرياضي. بدينا درنا ثلاثه الفئات الرياضيه اقل من 10 سنوات، واللي شفتوا السباق ديال اللي انتهى مسافه 800 متر، مسافه 200 متر مسافه. السباق حددنا رغم اننا في الاعلان كنا دايرين سباق 800 متر، ولكن الاطفال الصغار ما يقدروش يجريو 800 متر، اطفال صغار درنا له 200 متر. واطفال الاقل من فئه عاوتاني 400 متر، دابا عاد نديروا الفئه ديال 800 متر. نعم، وبالنسبه للتقنيه اللي شفتوها يعني باش تساعد يعني باش يجرى السباق في ظروف مناسبه، يعني حيت اطفال داكشي تشكاو من الرمله، قالوا كاين بعض البلايص اللي فيهم الرمله ولا انهم ضروري خصهم يتكيفوا مع الظروف ديال السباق. احنا الاطفال اللي كيجريو نفس السباق هما اطفال البوادي، راه مولفين بالرمال. زائد هاد الامكانيات اللي عندنا الملعب، ما يعني ما عندناش الامكانيات اننا نديروا لهم ملعب مطاطي. فالاطفال الصعوبه اللي جاتهم هو انه هذا كيرجع الضعف الحاله الماديه ديالنا الجمعيه، اللي ما قادرش نوفروا الاحذيه لجميع المتسابقين. فالاطفال الاغلبيه ديالهم كيلقاو صعوبه انهم جراو بالحو، كتعرف دابا درجه الحراره شويه مرتفعه، فالاطفال شويه حسوا بصعوبه. نعم، بالنسبه للتوقيت، التوقيت يعني واش ضبطتوا بالعداد ديال التوقيت اللي حصلوا عليه المتسابقين؟ التوقيت يعني ضبطته لنا اللجنه المنظمه، هي عندنا في التوقيت عن طرحوا كل متسابق شحال جاب التوقيت ديالو، لاننا سجلنا التوقيتات ولكن باقي ما عطيناش. نعم، كاين شي نقطه اخرى ممكن تضيفها يعني في هذا الحوار هذا؟ النقطه اللي ممكن نضيفها هو اننا احنا في البدايه ديالنا، هذا اول سباق كننظموه، يعني مازال كنطوروا مع الوقت، مازال غنبقى كنتمناو تكون عندنا مساعدات ماليه اللي تساعدنا اننا من بعد نحسنوا التنظيم، نحسنوا الحلبه، نوفروا لما لا احذيه للاطفال الصغار باش ما يبقاش في المشاكل اللي وقعوا فيها اليوم. نعم، وبالاخص بالنسبه لعدد المشاركين، بالنسبه لفئات البراعم هذو شحال كانوا عدد المشاركين؟ عدد المشاركين كانوا عندنا 14 في اقل من 10 سنوات، اقل من 10 سنوات، وعندنا 10 في اقل من 12 سنه. ودابا باقي الفئه الاخرى فيها حاليا واصلين واحد 10 ديال المشاركين، ولكن باقي ما حصرناش التسجيلات، ربما يجي شي واحد متاخر. نعم، ومادا كنهضروا على المشاركه ديال الفئه ديال النساء ديال الرعومات، يعني واش عندك شي يعني؟ دابا حاليا مور من سالي السباق ديال 800 متر ديال الفئه الاقل من 15 سنه، غنديروا عاوتاني سباق الفتيات. فتيات وكتقوموا بالتظاهرة الكبيره اللي كتقوموا على مستوى هذه المنطقه هذه اللي كنعرفوها، يعني كانت خبات واحد التهميش كبير الا هذه السنوات بعدا، خصوصا هذه السنه الاخرى اللي بعدا انا جيت تفاجات بهذه الوجوه الرياضيه اللي كتعطي من وقتها باش كتنجح هذا العرس كره، لا انت ولا السي صهيب ولا الفاعليه المجتمع ديال الفاعلين الرياضيين مدوار الزيتوني ولا السيد رئيس الجمعيه في الدوار ديالو، يعني واش كاين شي بغادا استاذ، يعني واش كاين شي دعم شي جهه معينه محسنين يعني اللي ساهم وجه له التحيه من المباراه؟ حاليا في هذا الدوري هذا هو الدعم كينجا من فئات المشاركه الدوري. حنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه الاطفال
رغم ان الدوري الكبار شاركوا في دوري كره القدم واللي جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه، الا ان احنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلصوا واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار. صافي كاين مشاركه على المشاركات الرياضيه، كاين دعم شخصي من رئيس الجنوبيه، من دعم شخصي. شخصي يعني ماشي من الجماعه، لا ماشي من الجماعه وانما من ماله الخاص. دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي. عندنا الاسم ديالو كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو العرائش انفو، كنشكروه على المجهود ديالو وفتح لنا المجال. انا ساعدنا حتى لي بارير كما كتشوفوا، وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون هو في المستوى، زائد واحد سامعنا واحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص. كنشكروه على هذه المبادره الطيبه. من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات حنا بدايه ديال اول دوري، ربما كنتمنوا من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات الرصانه الشماليه والرصانه الجنوبيه والجميع معنا ان شاء الله. تحيه ديال يعني التحيه، الرساله كتبغي توجه لهم يعني يكونوا ضيوف كبار، لاعبين لعبوا في المغرب التطواني، لاعبين لعبوا في الجيش الملكي، مدرب الشباب العرائش اللي هو السي هشام العلاوي، السي ادريس فيلا، المنير الصباري، مصطفى ضيوف من الخارج. حكم الجاليه واحد السيد اشاره الجاليه مدرب اكاديميه فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي. يعني حتى هو غيكون حاضر. اش كتبغي تقول الدور؟ رشيد الوات. رشيد الوات. مرحبا بالجميع، اول حاجه مرحبا بالجميع، وهذا فخر لنا اننا اول دوري واول منطقه في دوري دوار 12. دوار 12 هذا فخر لنا ان يكون هذه الوجوه هذه، مرحبا بهم دوار. اما بالخصوص رجع ندوز للجمهور هذا اللي عشرفنا طبيعه الحال الحضور ديالو، اول حاجه كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقه، لانه رغم انك تشوف الدوري انه في دوار 12 راه دول المنطقه كامله كتساعد انه ينجح. علاش الناس لا كما كتشوفهم ولا زيتو ولا بغاد الملالحه ولا الحمو دوار كاملين من جميع الاماكن كيحاولوا ان الدوري ينجح باش يعطيو واحد الصوره من الصباح جميع المناطق بدون استثناء. رغم باش نشكروا باش نديروا واحد دقيقه نكمل الشكر، ما تنسى شي واحد راه غادي كنكمل الشكر للناس اللي المجاورين لنا، لانهم كان لهم الشرف انهم يساعدونا، لانهم كيبغيو ان الدوري في المنطقه ديالهم يعطي واحد الصوره باش تبدل هذيك الصوره على ان رسانه. وكتقوموا بالتظاهره الكبيره اللي كتقوموا عليها بالصوره هذه المنطقه هذه اللي كنعرفوها يعني كانت خبات واحد التهميش كبير، الا هذه السنوات هذه بعدا خصوصا هذه السنه الاخرى اللي بعدا انا جيت تفاجات بهذ الوجوه الرياضيه اللي كتعني من وقتها باش كتنجح هذا العرس كره، لا انت ولا السي صهيب ولا الفاعليه المجتمع ديال الفاعلين الرياضيين مدوار الزيتوني ولا السيد رئيس الجمعيه في الدوار ديالو. يعني واش كاين شي بغادا استاذ، يعني واش كاين شي دعم شي جهه معينه محسنين يعني اللي ساهم وجه له التحيه من المباراه حاليا في هذا الدوري. هذا هو الدعم كان جا من فئات المشاركه في الدوري. حنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه الاطفال، رغم ان الدوري الكبار شاركوا في دوري كره القدم واللي جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه، الا ان احنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستخلصوا واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار. صافي كاين مشاركات على المشاركات الرياضيه، كاين دعم شخصي من رئيس الجنوبيه، من دعم شخصي. شخصي يعني ماشي من الجماعه، لا ماشي من الجماعه وانما من ماله الخاص. دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي. كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو العرائش انفو، كنشكروه على المجهود ديالو وفتح لنا المجال. انا ساعدنا حتى لي بارير كما كتشوفوا، وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون هو في المستوى، زائد واحد سامعنا واحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص. كنشكروه على هذه المبادره الطيبه. من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات حنا بدايه ديال اول دوري، ربما كنتمنوا من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات حتى الرصانه الشماليه والرصانه الجنوبيه. التحيه ديال يعني التحيه الرساله كتبغي توجه لهم، يعني يكونوا ضيوف كبار، لاعبين لعبوا في المغرب التطواني، لاعبين لعبوا في الجيش الملكي، مدرب الشباب العرائش اللي هو السي هشام العلاوي، السي ادريس فيلا، المنير الصباري، مصطفى ضيوف من الخارج. حكم الجاليه واحد السيد الجاليه مدرب اكاديميه فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي.
يعني زواع يكون حاضر كيفاش تقول الضوء رشيد الوات رشيد الوات مرحبا بالجميع. اول حاجه مرحبا بالجميع، وهذا فخر لنا اننا اول دوري واول منطقه في دوري دوار 12 دوار 12، هذا فخر لنا ان يكون هذا الوجوه هذه. مرحبا بهم دوار. اما بالخصوص رجع ندوز الجمهور هذا اللي عشرفنا طبيعه الحال الحضور ديالو، اول حاجه كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقه، لانه رغم انك كتشوف الدوري انه في دوار 12 راه الدول المنطقه كامله كتساعد انه ينجح. علاش الناس لا كما كتشوفهم ولا زيتو ولا بغاد الملالحه ولا الحمو دوار كاملين من جميع الاماكن كيحاولوا ان الدوري ينجح باش يعطي واحد الصوره من الصباح جميع المناطق بدون استثناء. رغم كنشكروا باش ندوزو واحد الدقيقه نكمل الشكر، ما تنساش شي واحد راه غادي كنكمل الشكر للناس اللي المجاورين لنا، لانهم كان لهم لهم الشرف انهم يساعدونا، لانهم كيبغيو ان الدوري في المنطقه ديالهم يعطي واحد الصوره.